السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف انتم متتبعي قناة التعليم الابتدائي الرائد؟ كنرحب بكم. اذا يوم جديد ودرس جديد، مرشدي في التربية الاسلامية، الصفحة رقم 52. جميع التلاميذ اللي عندهم نفس المقرر ياخذوا معايا المقرر، غادي يفهموا الدرس بطريقة اللي هي افضل. اذا صورة جديدة، صورة اليوم بعنوان صورة النصر. النصر اذا مجموعة من الاهداف ومجموعة من المعطيات ومجموعة من المكتسبات غادي نكتشفوها اول مرة في الدرس ديال اليوم. اول حاجه غادي نحاولوا اننا نقراو صوره او نتلو صوره النصر تلاوه جيده. من بعد غادي نطلب منكم انكم تقوموا بالاستظهار ديالها. من بعد غادي نحاولوا اننا نتعرفوا على مجموعه من المعاني ديالها. اذا نبدا القراءه على بركه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا أعيد القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إذن صورة جميلة جدا، والملاحظ أنها صورة قصيرة جدا، لاحظتوا معايا. إذن غادي نحاولوا أننا نشرحوا مجموعة من المعاني ديال الآية، اتفقنا؟ إذن نبدأ على بركة الله. الفتح، معنى الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح يقصد به هنا تعني دخول مكة، يعني نصر الله والفتح أي دخول مكة المكرمة. تسبيح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. ما معنى التسبيح؟ معناه التقديس والتنزيه، يعني أننا نسبح الله سبحانه وتعالى ونقدسه، اتفقنا؟ إذا واستغفره، معنى واستغفره، فسبح باسم ربك واستغفره، أي أطلب منه المغفرة والعفو، أي أننا كنطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو، أن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا. جميل جدا أننا نطلب المغفرة والعفو من عند الله سبحانه وتعالى. معنى أفواجا، أفواجا أي جماعة، يعني كل مثلا نتوما مقسمين جوج ديال الأفواج، الفوج الأول والفوج الثاني، أي المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. معنى مجموعة أي جماعات من الأفراد، أو مجموعات من أو جماعات من الأشخاص، لاحظتوا معايا. إذا نحاول أن نجيب على أسئلة الفهم انطلاقا من الشرح اللي شرحت لكم، واخا. إذا نقرأ أول سؤال. ماذا ترى إذا نظرت إلى الصورة؟ ماذا لاحظتم؟ أن الصورة صورة قصيرة جدا، قلتها سابقا، فهي صورة قصيرة ولكن جميلة جدا، فيها مجموعة من الأشياء اللي جميلة ومفيدة. إذا كيف دخل الناس في دين الله؟ كيف دخل الناس في دين الله؟ كيفاش دخلوا الناس؟ واش دخلوا فردا فردا ولا جماعة ولا كيفاش دخلوا؟ إذا دخل الناس في دين الله أفواجا أي جماعات، اتفقنا؟ إذا كيف نشكر الله ونحمده؟ نشكر الله ونحمده بقول سبحان الله العظيم، أو سبحان الله، سبحان الله وسبحان الله العظيم، هكذا نشكر الله سبحانه وتعالى. إذا نستفيد من الآية. يبشر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة ويأمره بالإكثار من الشكر والحمد والاستغفار، أي أن الله سبحانه وتعالى يبشر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة أي بدخول مكة، ويأمره بالإكثار من الشكر والحمد والاستغفار، يعني كيطلب منه كيأمره أنه يكثر من الشكر ومن الحمد ومن الاستغفار، كذلك هو وجميع المؤمنين والمؤمنات على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نحاول جميعا أن أتدرب على القراءة. نتدرب على القراءة لماذا؟ لكي يسهل علينا حفظ
الصورة أو استظهار الصورة. إذن أعيد قراءة الصورة وألاحظ كيفية قراءة أستاذي أو أستاذتي للآيتين التاليتين: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقنا إذا إلى هنا كنوصل لنهاية الدرس ديالي. كنتمنى أنني كنت موفقة في الشرح ديال الدرس اليوم، ونتمنى أنني نشوف بزاف ديال لي جيم وبزاف ديال لي كومونتير. ما كرهتش نشوف بزاف ديال البارتاج ديال القناة باش يستافدوا معنا أكبر عدد ديال التلاميذ والتلميذات. كذلك قناة التعليم الابتدائي أو مدرسة التعليم الابتدائي الرائي تكبر ونوليو جماعات كبيرة بزاف ونستافدوا بزاف. هذا كيفرحني اكيد اكيد اذا لقيت نتائج ليا مميزه ولقيت مجموعه من التحسن، يعني مجموعه من التلاميذ ديالي كيتحسن المستوى ديالهم داخل القسم. هذا هو الهدف ديالي. اذا الى هنا كنوصل لنهايه الدرس ديالي، نتمنى اننا نتلاقاو في درس قادم والى اللقاء.